رئيس البلد مع لؤي كاتب. الحمد لله. لؤي كاسب اهلا وسهلا فيك ضمن فقرتنا الجديده موهبه البلد. انت من رشيا الوادي، عمرك 19 سنه وبتشتغل بالكهرباء بالوقت اللي عم بتتابع فيه دراستك بالانتيريور ديزاين بجامعه جويا. بتحب الرسم من طفولتك، واليوم انت الفنان الوحيد بلبنان اللي بيرسم وبينحت لوحات فنيه على بيض الدجاج. بتفرغها وبترسم وبتنحتها عليها. أو شيء بنفرغ بندخلها. نعم. وبنرجع بننحت عليها. يعني هيدا أصعب. واو. يعني. شغلة كثير صعبة وبدها دقة، ونحن بنعرف إنه البيضة هي الحياة مبنية على البيضة أو البويضة. صحيح، اللي هي السل يعني مزبوط. الأساسية. وبعد ما نفرغها بتصبح البيض ما عادش لها أي قيمة. نعم. حبيت رجع الحياة لمصدر الحياة من خلال الفن، أن تصبح تحفي فنية وضع بمكان يناسب اللي يخفيها. صح، يعني هالمقارنة اللي عم تقارنها بين السل يعني اللي هي النواة اللي هي نواة الحياة البيضاء والإبداع والكرييشن والخلق يعني الفني رائع جدا. في ناس يمكن بيفضلوا يلي يعني بقلب البيض وبيعبوها شمع لحتى تكون البروا قاسية لحتى يقدر يرسم عليها. لا، بس أنا بشتغل بطريقة بفرغ البيض من داخلها بضل القشرة مثل ما هي، بحافظ على القشرة، بنحط عليها نحتي وبنحطها يعني باحساس وبدقه عاليه حتى تعطيني المضمون والفكره اللي بدي اياها من البيضه. بس هي ما بتكون كثير ضعيفه رقيقه، يعني ما ممكن تنكسر بحيلا يعني بعد ولا بتنتبه عليها. هيدا هي بعد تجارب سنتين ونص نجحت معي المنحوته، سميتها البدايه. حلو. واليوم صارت المنحوته بتاخذ معي من 16 ساعه ل 60 ساعه تتصير تحفه. حلو كثير. واليوم تنحتى منحوته مش رسم. لا، نحت. نحت. رح نشوف على كل حال بالكواليس هلا كيف عم تشتغل لايف. بتستعمل شيء مثل الخربر اللي بيستعمله حكيم الاسنان وبي يعني الكتريكال على البطاريه لازم يكون. مزبوط. وبتنحت. بحب اوجه تحيه لاهلي ولاقاربي ولجمعيه محترف رشايا دعمتني وقت مسيرتي مجال الفن. تحيه لك ولكل اهل رشايا وتحيه لهالصبر اللي بتتحلى فيه. نحن رح نتركك على راحتك تروح على الكواليس ونرجع نستقبلك مع المنحوته. شكرا كثير. شكرا. موهبه البلد رح نرجع نستقبل لؤي كاسب. البيضة بيضة الدجاج اللي حكينا عنها عم شوف قطعة كريستال عن جوهرة يعني. واو. يمكن لأننا بشي معرض عالمي. قدامكم الأرقام بدكم تصوتوا. أنتوا اليوم لجنة حكم بما فيكم نعيم، لازم تعطوا علامات للؤي على هالشغل الرائع يعني شي ما عم بقدر أوصفه بغير كلمات. إجمالا نحن حسب قانون موهبة البلد اللي بياخد ثلاث علامات فوق السبعة بيتأهل حتى الفيديو الخاص فيه ينحط حد حديث البلد على سايت الام تي في. والفيديو اللي بيحصل على اعلى نسبه مشاهده هو الفيديو اللي بيربح معنا باخر الموسم. بدي اعذبكم تحطوا العلامات. قد ايه العلامات؟ على 10. على 10. على 10. تفضلي. شو مانو؟ بدي اقول انه الرسم بشاي اخذ 1433 مشاهده لهلا، والعزف على المنشار 1430. لؤي اكثر من رائع، هيدا اللي بقدر اقول لك اياه يعني. ما عم بقدر اعبر. بدنا نشوف العلامات. انطوانيت
بعطيك 10 على 10، 9 على 10. شو اللي ناقص بهالمنحوته؟ ناقص بس ما بدي امسك بالايدتين. هذا هو 99 على 10، 9 على 10، 8 على 10، 8 و9. تأهلت بشكل كثير كثير كبير. ان شاء الله بتكون انت الفائز معنا لؤي بعصر صار كله عصر السرعه وعصر الانترنت، والشباب عم بيتلهوا فيه باشياء بلا طعمه مثل الارجيله. ما يزعلوا مني اصحاب المطاعم. بدي هنيك على هالطوله البال وعلى هالصبر اللي عندك اياه حتى يطلع منك هالابداع الرائع. شكرا كثير لوجودك. وهذه هي البرنامج. شكرا كثير. هيدي متى كثير كبيره.